وبالعودة إلى القاهرة، ينضم إلينا من هناك هاني سليمان المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات. سيد هاني، أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. بداية، ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها لودريان إلى العاصمة المصرية، ولكن يبدو هذه المرة تحمل في طياتها ملفات عديدة. بالتأكيد، يعني يمكن ليست الزيارة الأولى لودريان للقاهرة، يمكن زيارات حددت خلال الأونة الأخيرة، وخاصة منذ نشاط السياسة الخارجية الفرنسية مع الرئيس الفرنسي الجديد. نعم. والذي أعطى اهتمام وأولويات كثيرة لمنطقة الشرق الأوسط والقضايا العالقة، خلافا لما كان عليه السياسة الخارجية الفرنسية في آخر الرئيس السابق. يمكن هذه الزيارة مختلفة نوعيا في الاهتمام بالعديد من الملفات التي تتعلق بعدة ملفات، أنت على رأسها الملف الليبي وفكرة تسوية الأوضاع في ليبيا ودعم الاستثمارات والوضع في ليبيا. يمكن هي تأتي بالأساس للقاء السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أبو الغيط. ثلاث لقاءات هامة على أجندة لودريان من أجل وضع تنسيق والاتفاق حول العديد من الملفات في المنطقة على المستويات الثلاثة في القاهرة. طب فيما يخص الملف السوري برأيكم سيد هاني، هل من نقاط تلاقي بين الفرنسيين والمصريين؟ يمكن هذه الزيارة تأتي على رأس العديد من الملفات، كما قلت الملف الليبي الذي أعطى اهتمام لأهمية التنفيذ السريع والكامل للإعلان السياسي واحترام صلاحيات الشركات الوطنية للنفط وغيرها، وايضا عمليه السلام في الشرق الاوسط بشكل كامل. لكن على راسها ياتي الملف السوري بالاساس، الجانب الفرنسي والمصري تحديدا. هناك نقاط كثيره في الاتفاق حول الشان السوري. يمكن السيد لودريان يعني سيتناول مع الجوانب اللقاءات الثلاث افاق اعاده اطلاق العمليه السياسيه في سوريا تحت رعايه المبعوث الخاص للامم المتحده ستيفان دوستيرا. ويمكن وجهه النظر الفرنسيه تتقاسم مع مصر انشغالات وقضايا مشتركه، منها مخاطر تزايد التوتر الاقليمي علاوه على الحاجات الانسانيه للشعب السوري، وايضا معصره مكافحه الارهاب والوقوف ضد استخدام الاسلحه الكيماويه في سوريا، والتنسيق بشان استراتيجيه لنزوح المدنيين من اجل الحفاظ على العوامل والبعد الامكاني في اثناء المعارك بين النظام والمعارضه وغيره. فبالتالي دي اهم القضايا المشتركه التي سيطرحها لودريان مع الجانب المصري الممثل في الرئيس ثم وزير الخارجيه، وايضا مع الامين العام لجامعه الدول العربيه. نعم، شكرا جزيلا لك السيد هاني سليمان المدير التنفيذي في المركز العربي للبحوث والدراسات، حدثتنا من القاهره.